قام الإيرانيين وحزب اللات بقطع الأشجار، بحرق الأشجار طبعا المثمرة، وقطع الأحراش، حرش بقين وحرش بلودان، ومنهم من بعض من حرقوا، ومنهم من بعض من استفادوا، يعني من باعوا ودروا، وقاموا بقطع الأشجار المثمرة لأهالي ريف دمشق، كالنجاص، كالتفاح، كالدراق، فباستبداد مكبر، بتهجير، باستعمار، بطبعا الإيرانيين وحزب الله. فالأمر اللي كان موجود بريف دمشق كاستحلال، كتهجير قصري، كتهجير فعلي، لا 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 ك نقاط مثال انه كذا، هنا نقاط من الارهابيين وهنا كذا نقطه من الارهابيين، لا، فبيفوتوا هن مثال على الارض، بيقطعوا الشجر، بيقطعوا الاشجار المثمره والاشجار الغير مثمره بنفس الوقت، ومنهم اشجار طبعا يستفيدوا منها ويودروها الى حزب الله، طبعا ضفنا الى الايرانيين، ومنهم من قاموا بحرقها، منهم مضايا، زبداني، بلودان، وادي بردة، تل، يعني في بعض المناطق، أغلبية بعض المناطق في الغوطة الغربية قاموا بقطع أشجارها وبحرق أشجارها، طبعا المثمرة والغير المثمرة، واستحلال قطعي، يعني حتى قاموا بوضع من أنه من البيوت، يعني يبيعوا مالكانات بيوت، يبيعوا أراضي، يعني هاي الأرض مثال هني قصوها، بيبيعوا الأرض تبعها، بيستملكوها، بيستعمروها، بالنهاية أنه استعمار. أنا كنت بمنطقة دارية أيام الحصار، تحاصرنا لمدة 4 سنوات، حاول النظام بشتى الوسائل أنه يأخذ منطقة دارية ومنطقة المعظمية، فشل، حاصرنا أخيرا اقتصاديا وجوع وتهجير قصف، استخدم آخر شيء الكيماوي، فاضطرينا أنه نطلع من دارية لمناطق أخرى. طبعا دارية بعد ما فات عليها الجيش والميليشيات الإيرانية والشيعية، النظام استجلب عائلات شيعي عراقي وإيراني وحطها بمنطقة دارية، وفي كان تعامل بين تجار سوريين وتاجر إيراني حج عباس، أنا بعرف اسمه، اشترى كتل أبني كتير كتير بحي المدرسة الشرعي، بحي المحكمة، بمنطقة دوار الباسل، بمنطقة فروج أبو كمال، هاي المنطقة كلها اشتراها بأسعار زهيدة، كون المهجر أنه ما بيحسن يرجع لمنطقته ملاحق أمنياً. وبعرف كثير ناس موجودة بدارية حاولت توصل العقارات لبيوتها، فاكتشفت أنه بيوتها مسجلة بأسماء ناس إيرانيين وناس عراقيين احتلوا بيوتها وأخذوها. وطبعاً كان في كثير أصحابي من منطقة دارية حاولوا يجوا على بيوتهم، يعني اعتقلوا النظام أمنيا، اعتقلوا، أخذوا على المعتقلات، وصار في بعض الاختفاء لبعض ناس أنا بعرفهم راحوا يشوفوا بيوتهم، وطلعت الميليشيات الإيرانية الشيعية هي المسيطرة على المنطقة كلها. يعني آخر شيء استصدر لهم قرار النظام، صار يحق للميليشيات الشيعية والإيرانية والعراقية أنه تستملك بدارية، ولا يعني نسبة سكان دارية اللي رجعوا عدد قليل جدا لا يتجاوز 10%.